أول مذيع رسمي في الديوان الملكي السعودي وأحد رواد الإعلام في السعودية. رافق الملوك وقابل أشهر الزعماء، نال أوسمة رفيعة خلال مسيرته، وتم تكريمه في السعودية وخارجها. أجاد 4 لغات وكتب للصحافة والإذاعة والتلفزيون حتى بات أحد رموزها. مسيرة المثقف والإعلامي بكر يونس في حلقة جديدة من الراحل، نتابع. منذ بدء البث الإذاعي في المملكة العربية السعودية خلال الأربعينات، اعتاد المستمعون على صوت المذيع الذي يرافق الملوك في زياراتهم التفقدية في الداخل ورحلاتهم الرسمية إلى الخارج. ظهر حينها مسمى المذيع الرسمي الذي يتولى تغطية أخبار ونشاطات القيادة السياسية في البلاد. من هؤلاء كان الراحل بكر يونس الذي رافق الملك سعود في كثير من زياراته. بات صوت المذيع الراحل يعني بالضرورة الإعلان عن نشاط ملكي في الداخل أو الخارج. يسر دار الإذاعة السعودية بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة ذكرى جلوس جلالة الملك المعظم على عرشه المفدى، فترفع إلى أعتاب جلالته أسمى آيات الولاء والإخلاص.